السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا المشاهدين، أحييكم أينما كنتم بتحية مليئة بالأمل رغم الألم، وأرحب بكم في برنامج خطوط النار. في سوريا نار أحرقت الأخضر واليابس، نار الحرب في سوريا تشتد لهيبة، فلم نعد نرى إلا خطوط قذائف الموت الحراقة وخط طيران غادر يأتي من الجو ومؤتمرات جوفاء خرقاء لم تعد على الشعب إلا بالجوع، وخطوط النار تارة تتقاطع وتارة تتنافر حسب المصلحة وحسب ما تهوى الجهة الداعمة. فإننا في برنامج خطوط النار نحاول مع ضيوفنا أن نتعرف على خطوط النار الأكثر لهيبا مصحوبة بالخرائط، ثم نحللها ونسعى لاستكشاف أخطائها، ولن ننسى التخطيط والتكتيك. فاصل ونبدأ. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. أرحب بضيوفي، ضيفي في الاستوديو سيادة العقيد عبد السلام حميدي، خبير ومحلل استراتيجي عسكري. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا بكم. ومعي عبر سكايب من سوريا المقدم أبو رياض، قيادي في الجبهة الشامية، وكذلك عبر سكايب العقيد طلال سلو، ناطق رسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية. أهلا وسهلا بكما. اخترنا لحلقة اليوم موضوعا هاما، هل ريف حلب الشمالي في خطر؟ نتابع التقرير ثم نعود لنناقش هذا الأمر. أطلق ناشطون الريف الشمالي لمحافظة حلب في خطر، ففي شرقه تتقدم قوات سوريا الديمقراطية باتجاه منبج، وفي جنوبه يتقدم تنظيم الدولة وكذلك قوات الأسد، وفي غربه يتقدم جيش الثوار المنضوي تحت قوات سوريا الديمقراطية من عفرين وصولا إلى قرية كشتعار. تبدأ الحكاية مع الريف الشمالي لحلب من إسقاط تركيا للطائرة الروسية، فهل من المعقول أن تركيا قد وقعت في الفخ الغربي الروسي بإسقاط تلك الطائرة؟ يتساءل أحد المراقبين. تركيا وبالنظر لمصالحها هي المعارض الوحيد لإقامة كيان لعدوها التاريخي على طول حدودها مع سوريا، وهي كانت الساعي الوحيد لإقامة منطقة عازلة لتحول دون وصل عفرين بعين العرب كوباني وإقامة تلك الدولة الكردية. وبعد إسقاط الطائرة وتخلي الغرب عن تركيا في مواجهة روسيا التي زادت باستجلاب أقوى منظومات دفاعها الجوي لتهدد بإسقاط أي طائرة تركية إن تجاوزت الحدود السورية. الآن وبعد هذا الأمر الواقع، هل تسير الخطة إلى إقامة دولة كردية على الحدود السورية التركية يدعمها الغرب والشرق؟ بالمقابل يتلقى الثوار الواقفين ضد مشروع تلك الدولة الكردية في المنطقة عدة هجمات شرسة من قبل تنظيم الدولة من جهة، ومن قبل جيش الثوار المنضوي تحت قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، كان آخرها سيطرة جيش الثوار على عدة قرى غرب تل رفعت. فهل نحن قادمون على مرحلة ظلامية تحمل في طياتها التقسيم، أم تحمل في طياتها خنق الثورة في محافظة حلب، وذلك من خلال إيقاف الدعم والسلاح عن الثوار الحقيقيين وإبراز قوات مشبوهة على مدى التاريخ؟ دعنا لنبدأ من عندك سيادة المقدم أبو رياض القيادي في الجبهة الشامية، ما هو الوضع الحالي والميداني للريف الشمالي في حلب، مارع وتل رفعت وما حولها؟ السلام عليك أخي العزيز، لك والسادة المشاهدين. الريف الشمالي حاليا ضمن مربع من الشرق داعش على أطراف تل رفعت مارع وحتى تركيا، حدود تركيا. من الغرب يتقدم جيش الثوار المنطوي تحت قوات سوريا الديمقراطية، وحتى وصل إلى قرى المالكية وكشتعار وشوارغة وتنب. من الجنوب تتقدم أيضا قوات النظام حتى وصلت إلى باشكوري، ومن الشمال الحدود التركية.
هذا المربع طبعا ينذر بشكل خطير على خطورة الوضع بالريف الشمالي. تتقدم أيضا قوات سوريا الديمقراطية المتمثلة بجيش الثوار حتى وصلت تقريبا غرب إسراد أعزاز حلب. طبعا هذا التناغم بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية يعني نضع عليه إشارات استفهام. طبعا هذا التقدم يرافقه تمهيد بالطيران الروسي على مواقع الثوار على جبهات المرابطة على جيش الثوار. أيضا هناك قصف روسي على مواقع الثوار على جبهة داعش سواء في مارع سواء في صندف في جارد وحتى الوصول للحدود التركية التي ترابط عليها الخط الذي يرابط عليها الثوار باتجاه داعش. طيب دعني سيادة المقدم أن أقف مع سيادة العقيد عبد السلام عندنا هنا في الاستوديو. بالنسبة لكما سمعت سيادة العقيد عبد السلام التحليل الاستراتيجي والعسكري للوضع الذي ذكره سيادة المقدم. طبعا هو الهدف من تحرك قوات ما يسمى جيش سوريا الديمقراطية من الغرب والشرق هي الالتقاء في نقطة واحدة والإقامة كيان كردي ما يخطط له الغرب ويخطط له أعداء هذه الأمة. طبعا هذا التزامن هو مع اشتباكات في ريف حلب الجنوبي لإلهاء الثوار وعدم تقديم الدعم للريف الشمالي بالإضافة لجبهة باشكوي المشتعلة. وهناك طبعا محاولة تقدم هو الخطوة الأولى هي السيطرة على مطار منخ لجعله قاعدة للانطلاق باتجاه الريف الشمالي أجملا. طيب دعني أنتقل إليك سيادة العقيد طلال سلو، أنت ناطق رسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، ما الذي يجري هناك؟ لماذا أنتم متهمون؟ الثوار يتهمونكم أنكم تشتبكون مع الثوار ومع المجاهدين وأنتم تحت أجندة، بماذا تجيب؟ السابق ولا ادعاءات نحن بالنسبة أننا ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة. نحن مشروعنا مشروع وطني، دليلنا نحن وابن خلف، الشعار الرئيسي هو سوريا ديمقراطية تعددية، هذا ما ننادي به، الهدف الأساسي هو متابعة الإرهاب داعش أراضينا من قبله وتوحيد جميع الفصائل الديمقراطية المقاتلة. إضافة نحن نهدف إلى توحيد مكونات المجتمع من أكراد وتركمان وعرب وسريان أشوريين، هذا نحن الهدف الأساسي لقواتنا. نحن لم نكن بأي لحظة من اللحظات من بداية التأسيس حتى الآن لم ننادي بأي فكر انفصالي، إنما لدينا بالوحدة. حتى نحن المجلس السياسي حاليا اللي مسق عن مجلس سوريا الديمقراطي مسق عنه اللي هو راح يمثلنا سياسيا بمفاوضات الخارج تسميته مجلس سوريا الديمقراطي، نحن لم نذكر ولا لكن اسمح لي سيادة العقيد، سيادة العقيد طلال اسمح لي ولكن من يمثلكم سياسيا هو متهم، هيثم المناع هو متهم، هكذا يقول بعض الثوار أن من يمثلكم سياسيا هيثم المناع وهو متهم أنه عميل للنظام. يا أخي الكريم، نحن مو موضوع عمالة للنظام، نحن في مفاوضات راح تجرى. نحن اليوم بعد 5 سنوات للأسف رجعنا للصفر. اليوم بعد 5 سنوات الكل الأطراف على مستوى العالم القوى العالمية كلها بتنادي لأن يكون في مفاوضات ما بين المعارضة والنظام. فإذا هذا ما المفاوضات، نحن اليوم في اجتماع للرياض كمان راحوا قرروا أن مقابل النظام يتفاوضوا. يعني نحن مو بالضرورة نوجد أستاذ هيثم. تتكلم لي عن المفاوضات ومفاوضات الرياض، لكنكم أنتم حاربتم مفاوضات الرياض وحاربتم مقررات. نحن لم ندعى يا أستاذنا الكريم، للأسف مفاوضات الرياض كانت يعني عبارة عن تقسيم على مستوى المعارضة، يعني لم تكن تجمع المعارضة، بالدليل أن نحن اليوم قوى سوريا الديمقراطية كنا ولازلنا نحن اليوم نتحكم في مسيطرين على 16% من الأراضي السورية. لم يتم دعوتنا، نحن كنا نتمنى أن نكون جنبا إلى جنب مع كافة الأطراف المعارضة لتحقيق مستقبل سوريا بالكامل. نحن نسعى إلى أن تكون سوريا ديمقراطية تعددية. سيادة العقيد طلال، أنا لم أقل لك أنكم انفصاليين، أنا قلت لكم أنكم البعض يتهمكم، هكذا يتهمكم ثوار وناشطون على الأرض، أنكم تحت أجندة، تعملون لأجندة قد تكون لمصلحة تقسيم سوريا.
نعم أخي الكريم، أنا رديت على الأساس يعني على الاتهام اللي تتوجه لنا. نرجع لموضوع الجبهة الشمالية مثل ما تفضلوا السادة ضيوفك الكرام. نحن بالأساس نحن أخي جيش الثوار هو عبارة عن 60% من الأخوة العرب، فإذا هم بالأساس كونهم الأخوة العرب ما بنحسن نقول عليهم أن هدول هدفهم يكون في شيء اسمه التقسيم أو هدفهم أن يعملوا لصالح الأخوة الأكراد. هاي الشغلة اللي حصل الآتي، نحن لازم نكون نحن نقول إيش أسباب اللي أدت لأن يكون في الأزمة أو هالحرب اللي دائرة حاليا ما بيننا وبين أخوتنا. نحن نعتبر أخوتنا في الجيش الحر المتواجدين بالفصائل الثانية المذكورة ضمن غرفة عمليات مارع. اللي حصل أني طلب ونحن نبحث عن الأسباب، نحن طيب ليش صار في نحن هالأشكال بيننا وبينهم. اللي حصل الآتي، أن طالبوا أن يأخذوا معسكر ملكي، نحن أعطيناهم المعسكر، صار في مناوشات، صار في تحريف للواقع. يعني بصراحة نحن حوربنا إعلاميا حول اليوم الدخل على الخط بنصر وأحرار الشام، وللأسف باقي أعضاء المتواجدين فصائل متواجدة في غرفة عمليات مارع. لكن الآن لا نريد أن نذكر أسماء، سواء النصرة جبهة النصرة سواء أحرار الشام، ليسوا موجودين هنا. لا استديو، لكن معنا الآن معنا المقدم في قيادي في الجبهة الشامية ليرد عن بعض ما ذكرته بأنه أكثرية يعني في 60% قلت أنهم عرب. بماذا ترد سيادة المقدم؟ سمعت ما قاله العقيد طلال. أخي الكريم، يعني قوات سوريا الديمقراطية الكل يعرف منها ما هو ظهر بالإعلام مكوناتها ومنها ما هو باطن لم يظهر. الذي ظهر بالإعلام مكوناتها هو قوات البي واي دي، قوات اليو بي جي، قوات حماية المرأة، وهذه كلها المكونات هي كردية في مجلس السرياني، المجلس العسكري السرياني، هذه ظاهرة. أما التي لم تظهر على الإعلان هي الفوج 54 التابع لجيش النظام في القامشلي، والفوج 123 أيضا تابع لجيش النظام بالحسكة. الناطق الرسمي أو السياسي هو هيثم مناع، ومعروف ما هي مواقفه. طبعا هو يعني سيادة العقيد لا يراوغ أو يخبئ عن هيثم مناع. هيثم مناع تكلم كثيرا على الإعلام، صالح مسلم معروف، وهذه المكونات كلها كان مواقفها سلبية تجاه الثورة، لم تقاتل النظام طول فترة الخمس سنوات. هذه المكونات كلها لن تقاتل النظام ولم تطلق طلقة واحدة عن النظام. يعني وأستغرب واليوم مدعوة بقصد سيادة المقدم أبو رياض، ذكر لك العقيد طلال أنكم يعتبرون أنهم إخوة لكم، وذكر أنه الإخوة في غرفة عمليات مارع. إذن ما الذي حدث حتى اشتبكوا معكم وأخذوا قرى منكم كقرية كشتعار؟ تمام، بدأت الاشتباكات منذ أكثر من شهر عندما تقدموا إلى قرى المالكية كشتعار تنب، تفاوضناهم لاسترجاع هذه القرى، رفضوا أنه يسلموها. كان هناك عمل عسكري من قبل غرفة مارع وتم استرجاع هذه القرى. بدأت المفاوضات بينه وبينهم وأدخلناهم ضمن غرفة مارع. طبعا وظهر على الإعلام هذا الكلام البيان من غرفة مارع ينطوا تحت غرفة مارع، ولكن هم للأسف لم يستجيبوا. جيش الثوار، طبعا أنا خص الكلام بجيش الثوار هنا، لم يستجيبوا لهذا الأمر، وقاموا يعني عدة أسباب أو عدة حجج واهية. فأيضا رجعوا استرجع هاجموا قرية المالكية ومعسكر المالكية، هي تتبع للجبهة الشامية، أيضا قرية شوارقة، ومن ثم وبنفس الليلة كنا نفاوضهم مساء، في الصباح تقدموا إلى قرية كشتعار. أنا يعني هنا يعني ما لا أعرف ماذا أجيب يعني على جيش الثوار الذين يدعون هم أخوتنا، نفاوضهم نحن بالكلام وهم يردون علينا بالحرب. دعني أسمع من العقيد عبد السلام حميدي، بما أنه خبير عسكري، ماذا تحلل هذه الحالة، اشتباكات هذه الحالة، حالة قوات سوريا الديمقراطية؟ هل فعلا أنهم حسب خبرتك أنهم فعلا عملاء للنظام لأجل تقسيم سوريا؟ أخي الكريم، بالنسبة للقوات، خلينا نقرأ الخريطة للقوات الثوار المتواجدة في الريف الشمالي. أولا يدعون وجود جبهة النصرة، ليست موجودة جبهة النصرة في الريف الشمالي إجمالا مطلقا. موجود الجبهة الشامية، أحرار الشام، قوات حركة نور الدين الزنكي، وكتائب الصفوي. والصور التي عرضت لبعض الشهداء في تنب وكشتعار على أنهم جبهة نصرة، هم
من كتائب الصفوة، جميعهم من كتائب الصفوة، وليس لهم علاقة بأي تنظيم غير جبهة غير كتائب الصفوة. طبعا بهذا القراءة بتبين النوايا الحقيقية لسوريا الديمقراطية، لقوات سوريا الديمقراطية. هذه لتدعي أنها تحارب جبهة النصرة المصنفة على جبهة على لائحة الإرهاب، ولا يوجد أي فصيل سوى البيكيكي هو من مصنف، هو المصنف على لائحة الإرهاب، من يقاتلون معه اليوم الثوار في الريف الشمالي، ولا فصيل من يتهم بالإرهاب سوى البيكيكي، ولذلك هم الإرهاب بذاته. بماذا ترد سيادة العقيد طلال؟ ما هو تعاملكم مع البيكيكي؟ أنا بدي أوضح شغلة. للأسف نحن بعد 5 سنوات لسه ما صحينا. نحن بداية كان الثورة هي لإسقاط النظام، ثم حرفت عبر الناس اللي مثل ما بقولوا تسلقت على الثورة، حرفوا الثورة، أصبح الصراع هو صراع طائفي ما بين السنة والشيعة. اليوم يبحثوا عن صراع عرقي ما بين أن الأكراد والعرب. للأسف هذا الواقع اللي عم نلاحظه نحن من خلال كافة المقابلات، كافة المناظرات اللي عم بتتم حتى اللحظة هاي. نحن إذا مثل ما تفضل سيادة العقيد، أولا نحن موضوع البيكيكي الشعري عن الصحة، نحن قواتنا اللي نحن متواجدين فيها المؤسسين فيها، لو ذكر وحدات حماية الشعب العنصر أساسي، وحدات حماية المرأة نعم، أما البيكيكي معروف عنهم بفادي قنديل متواجدين هناك، في لهم صراع بينهم السلطات التركية، يعني أن بالنسبة لهم ما لهم وجود هون، هذا الحكي معروف للجميع يعني. فإذا اليوم وقت عم نطرح الموضوع، لو انطرح أن في طرف كردي رئيسي، نعم طرف كردي رئيسي موجود معنا نحن بقوات سوريا الديمقراطية من العناصر الأساسية المؤسسة لقوات سوريا الديمقراطية، أما انطرح موضوع البيكيكي هذا عاري عن الصحة. إضافة إلى موضوع مثل ما تفضل سيادة المقدم، أنا وقت اللي ذكرت أنا ما ذكر 60% أن قوات سوريا الديمقراطية، أنا ذكر 60% جيش الثوار. عرفت شلون أخي الكريم؟ جيش الثوار. أما نحن إذا نذكر نحن قوات سوريا الديمقراطية، نعم أكثر من 50% إلى 60% من قوات سوريا الديمقراطية هن من المكون الكردي، نكون صريحين نحن. بس الواقع هو الآتي، أن نحن حاليا عم ينضم لأن نحن فصائل وكتائب عربية. عرفت شلون أخي الكريم؟ لكن طبعا لكن اسمح لي سيادة، لحظة بلحظة رح يكون في توازن بين سيادة العقيد طلال، أنت كناطق رسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، أنت تقول لي أنه البيكيكي وبيكيكي شيء تاني، لكن بالأمر بالنهاية الأمر يرجع إلى قرار سياسي. أستاذ صالح مسلم اسمح لي شوي، هو من المكون السياسي للقوى المتواجدة ضمن منطقة الرجوع، والبيكيكي إحداها. اسمح لي شوي أستاذ صالح، قوات سوريا الديمقراطية إحداها بالبيدي هو. أما نحن بالنسبة لنا قوات سوريا الديمقراطية كقوات عسكرية، نحن في عنا وحدات حماية الشعب، في عنا وحدات حماية المرأة، هدول هن بيمثلوا العنصر الكردي ضمن قوات سوريا الديمقراطية. يعني نحن طيب أنا هذا ليس موضوعنا سيادة العقيد، أنا موضوعي لماذا أتيتم وسيطرتم على كشتعار هكذا أخذتموها من الثوار، حررتها من أيدي النظام، ما الذي تفرق؟ يسأل ثائر على الفيسبوك يقول لماذا نعم. أصبحتم تنهجون منهج تنظيم الدولة الإسلامية تحرير المحرر؟ أين المحرر؟ النظام يا كريم رجل معلش اسمح لي شوي. الأخوة الكرام، أنا كنت موجود في منطقة عفرين قبل ما أجي للحسكي، أنا كنت موجود، نحن مقرات الكتب على أن كان في عنا المالكية، في عنا نحن في عنا كشتعار، في عنا بيت هونيك، في عنا متواجد قوات، لأن في عنا في مريمين المعروف أن المالكية هي مركز للواء عاصفة الشمال، معروف من أول الثورة وفيها معسكر. سيادة المقدم أبو رياض، بماذا ترد؟ سمعت كلام سيادة العقيد. أخي الكريم، هذا الكلام نحن عندما نذهب لمفاوضة جيش الثوار في عفرين، المفاوضات تجري في عفرين، معروف عفرين من يحكمها حاليا هم قوات البي واي دي واليو بي جي، فنحن نفاوض هؤلاء باسم جيش الثوار. فإذا جيش الثوار لا يملك القرار مثل ما يدعي العقيد طلال. لا يملك قرار، إذا قراره من أين؟ لا يملك القرار، قراره من قوات البي واي دي واليو بي جي، اللي هذول هن الجناح المسلح لحزب البيكيكي الذي يقول انه يقاتل في تركيا. لا، هؤلاء تشكلوا كجناح عسكري لحزب البيكيكي. هو يقول حزب العمال 60% هم عرب، كيف لا يملكون القرار؟
جيش الثوار يوجد بينهم عرب ويوجد بينهم أكراد، ولكن أصحاب القرار هم من القوات هذه القوات التي ذكرتها. دعني أنتقل لما ذكره العقيد طلال سيادة المقدم أبو رياض، عندما ذكر لك أنهم موجودون من أكثر من سنة، موجودون هم في المالكية وهناك حول عزاز. لا لا، هذا الكلام غير صحيح. بالمالكية لم يكن لهم تواجد، تواجدوا في فترة في صوامع شوارقة، هذه تقع غرب قرية المالكية، تمام أخي؟ منذ شهرين تقدموا إلى المالكية ليلا، وتم تحرير المالكية من قوات جيش الثوار، ومن ثم تم التفاوض لدخول غرفة مارع، ودخلوا غرفة مارع ولكن نقضوا بالعهد ونقضوا بالميثاق. دعني أنتقل إلى سيادة العقيد عبد السلام حميدي. سيادة العقيد، الآن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على كشتعار اللي هي غرب تل رفعت، وتطل بالنهاية صارت أمام الشارع الأوتوستراد الرئيسي الذي يؤدي إلى معبر باب السلامة، هذا الطريق الاستراتيجي الهام. بماذا تفسر ذلك؟ بالتأكيد هو لمحاصرة الريف الشمالي وخط الإمداد الوحيد الذي يربط حلب بتركيا والذي يدخل منه المواد الإغاثية وخط التجارة بالنسبة لحلب. وخلينا نوه بس شغلة، أنه العقيد طلال عم بيقول أنه نحن عم الثوار عم يحولوا الموضوع عرب كرد. بحب أوضح له أنه في كتير من الأخوة الأكراد هم قادة في الجيش الحر، والدليل في كان لواء صلاح الدين موجود معنا على الجبهات، والكثير من الأخوة الأكراد، وليس موضوع كرد وعرب. هذا النغم الذي يلعبون عليه كما لعب النظام سابقا، هذا الكلام مو صحيح. يعني نحن نحترم كل الأكراد، والأكراد هم جزء أساسي من سوريا، ولا يوجد عندنا أي مشكلة مع الأكراد، ولكن يوجد عندنا مشكلة عندما ينتمون لصف النظام، هكذا تريد أن تقول؟ بالتأكيد بالتأكيد، نحن ضد جميع التشكيلات التابعة للنظام، ضد جميع التشكيلات التابعة للنظام، ولا يخفى على أحد صالح مسلم من؟ هيثم مناع من؟ هيثم مناع الذي يدعي المعارضة يعني يزور دمشق سرا، دخول وخروج عادي مرحب فيه في دمشق، هو وجميع من يدعون وجودهم في جيش الثوار. دعونا سادتي المشاهدين نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم لمتابعة هذا النقاش. جيش الثوار، قوات الفرقة 30، أعلن جيش الثوار ووحدات حماية الشعب المنضويان تحت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتهما صباح الأحد الثالث من كانون الثاني على بلدة كشتعار القريبة من مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي. كشتعار هي القرية التي سيطر عليها مقاتلو الجيش الحر منذ السنوات الأولى للثورة، واليوم تصبح بيد قوات سوريا الديمقراطية، وذلك من خلال هجوم مباغت على القرية بتغطية جوية من الطيران الروسي. عقب بيان أصدره الجيش الثوار منذ مدة قصيرة أكد من خلاله وقف العمليات العسكرية كبادرة حسن نية. وصرح لنا أحد القادة العسكريين أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى السيطرة على كل من عزاز ومارع وتل رفعت، مستغلة التشتت بين الفصائل في المنطقة. منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب المنضوية مؤخرا في تحالف قوات سوريا الديمقراطية تعتبر منطلقا للعمليات ضد فصائل الجيش الحر والفصائل الإسلامية في المنطقة، بينما يعمل ذات التحالف على توسعة نفوذه شرق حلب على حساب تنظيم الدولة. تكمن أهمية كشتعار كونها تطل على أوتستراد حلب عزاز في الجهة المقابلة لمطار منغ العسكري شمال تل رفعت، وبالسيطرة عليها تقترب سوريا الديمقراطية من إحكام حصار عزاز من الجهتين الغربية والجنوبية، بينما يخضع محورها الشرقي لسيطرة تنظيم الدولة. وبالتالي فإن فصل مدينة حلب عن نافذتها الشمالية نحو تركيا باتت قريبة حسب مراقبين عسكريين. أهلا وسهلا بكم مجددا سادتي المشاهدين. سيادة المقدم، هل تسمعني يا أبو رياض؟ حبذا أن تضعني في صورة الوضع هناك في الريف الشرقي.
أخي العزيز، بالنسبة ما يجري في الريف الشرقي منبج وما حولها، طبعاً نحن نعرف أنه تنظيم داعش كان يسيطر على منطقة غرب الفرات وست تشرين وهذه المناطق. السرعة التي تقدمت بها قوات سوريا الديمقراطية وسيطرته على ست تشرين خلال 48 ساعة وأقل، ما بالتزامن مع قصف لطيران التحالف والطيران الروسي، يعني هذا يضع إشارات استفهام. وأيضا التقدم من باتجاه عفرين باتجاه عزاز وترفعت، هذا يكون سباق من أجل السيطرة الكاملة لقوات سوريا الديمقراطية على الشمال السوري، والله أعلم، لتشكيل أجندات، هناك أجندات خارجية لتشكيل دولة معينة لفصيل معين أو عرق معين، والله أعلم. سيادة العقيد عبد السلام، كتحليل استراتيجي، ماذا تفسر تقدم قوات سوريا الديمقراطية سواء من طرف عفرين إلى عزاز، ومن طرف بالطرف المقابل من طرف عين العرب إلى سد الشهباء حول منبج، وتوعدوا منبج بأنهم سيأخذوا منبج وسيستمروا بهذا التقدم؟ طبعا هو الهدف هو التقاء القوتين في نقطة معينة. اليوم إذا نحن منتابع الأحداث، مساندة الطيران الروسي وقصفه لمواقع الثوار في الريف الشمالي، سواء المرابطة على جبهة ما يسمى جيش الثوار والبويودي ومن يساندها، ومن ثم قصفه لمواقع الثوار المرابطة على جبهة داعش، دليل لإضعاف الثوار وسماح لتقدم داعش باتجاه جبهة عزاز وعفرين، ليبرروا للعالم أننا نقاتل داعش، أنه لا يوجد ثوار ولم يبقى إلا داعش، وهذه داعش نريد قتالها. طبعا الثوار موجودون على الأرض ومتمسكون، وجميع من يقاتل في الريف الشمالي هم أهل الريف الشمالي، أهل حلب، لا يوجد من يدعون أنهم سواء جبهة نصرة أو غيرها ممن يتدعي هذه القوات بوجودها. اليوم لا يوجد إلا أهل الريف الشمالي من يدافع عن الريف الشمالي، طبعا بالإضافة لبعض القوات من الريف الغربي. سيادة العقيد طلال، الروس وبصراحة عبر عدة وسطاء طلبوا مننا أن يكون في بيننا وبينهم، عرفت علي شلون، نوع من العلاقة استراتيجية عمل هاللي هو. نحن بالنسبة لنا صرحنا ولازلنا نصرح، طالما نحن على علاقة استراتيجية مع التحالف والولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن أن يكون في لنا علاقة مع الطيران الروسي أو القوات الروسية. هذا الحكي مستحيل، عاري على الصحة. إذن أنتم لا تتلقون أي دعم روسي نهائيا ولا نتلقى. أنا حتى في عدة لقاءات أنا بالنسبة طيب سيادة العقيد، مدير العملية، تعال لنشاهد، أنا وأنت والمشاهدين جميعا ليحكموا على الجميع الآن، تعال لنشاهد معا مدير العمليات لهيئة الأركان الروسية سيرغي رودسوكي ماذا يقول. تعالوا نتابع سوية أحبة المشاهدين. سيادة العقيد طلال، الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، يقول لم نتلقى دعم. ماذا يقول مدير العمليات لهيئة الأركان الروسية؟ بدعم من القوات الجوية الروسية، تتقدم مجموعات من قوات سوريا الديمقراطية بقيادة أيمن غانم إلى عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية مدينة الرقة، وتمكنت من استعادة نحو 20 بلدة، كما تمت السيطرة على سد تشرين الواقع على نهر الفرات، وهو موقع استراتيجي مهم. وفي الوقت الحالي تواصل القوى الوطنية السورية هجماتها. رئيس عمليات هيئة الأركان الروسية وهو يقول أنه يدعمكم حتى استطعتم أن تصلوا إلى ست تشرين حول منبج، بماذا تجيب؟ نعم. هذا هو السؤال بكل بساطة. هذا الكلام اسمح لي شوي، ذكر الآتي، أن القوات قدمت بقيادة أيمن غانم. أولا أيمن غانم لا وجود له ضمن قوات سوريا الديمقراطية، الاسم أول مرة بسمع فيه. ثانيا الكلام ذكره بالنسبة لست تشرين كذب 100%. طيب إذا نعم. سيادة العقيد، الآن دعنا ننتقل إلى الرسالة الأخيرة من المقدم أبو رياض. أبو رياض، بماذا تعلق على كل ما سمعت؟ أخي الكريم، أنا بدي أوجه السؤال لسيادة العقيد. تفضل. نحن لماذا الطيران الروسي يقصف مواقع الثوار المرابطة على جبهة جيش الثوار، مقابل جيش الثوار؟ تفضل. على جبهة كشتعار المالكية
تنهب الشوارغة. وكل يوم كل يوم هناك أكثر من 10 غارات على موقع الثوار ومقراتهم. تفضل رد سيادة العقيد. اسمح لي شوي. قبل ما يصير تجمع لجيش الحر باتجاه المناطق تواجد جيش الثوار، أنا صار في اتصال بيني وبين أحد قادة الجيش الحر، وضحت له الآتي، قلت له أخي الكريم، حفاظا على دماء أخوتنا بالجيش الحر، لا تتجمعوا ولا تتجهوا، لأنكم راح تتركوا له فرصة للطيران الروسي باستهداف تجمعكم دون الرجوع إلينا، دون التنسيق معنا. إذا الطيران الروسي عم يدور مثل ما بقولوا على وجود 4-5 مثل ما بقولوا مقاتلين هون، أو 4-5 أو 10، فكيف وقت اللي عم يشوفهم متجمعين بالمئات وبالآلاف؟ إذا خطأ استراتيجي من قبلهم هو استغلوا الروس، فهذا ما بيعني إنه في تنسيق بينه وبيننا نحن. طيب طيب أخي زاهر مع السؤال. تفضل سيادة المقدم أبو رياض. انشق عناصر من جيش الثوار وتكلموا أنه يوجد تواصل، يعني وسبب انشقاقهم أنه يوجد تواصل مع الطيران الروسي لقصف مواقع الثوار من قبل قيادات جيش الثوار المتواجدة في مناطق كشتعار والمالكية ومريمين. قواتنا بالذات القيادات اللي عندنا نحن نعتمد نحن نفس مبدأ السرية التامة، لا يمكن أن يكون نحن في أي تنسيق بيننا وبأي طرف قاجي يكون في عنصر حضران هالتنسيق هذا الحكي عاري عن الصحة. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم أيها المشاهدون الكرام، وأشكر ضيوفي هنا معي في الاستوديو، سيادة العقيد عبد السلام حميدي المحلل والاستراتيجي العسكري، بارك الله فيك وأشكرك. أشكر ضيوفي عبر سكايب، سيادة المقدم أبو رياض القيادي في الجبهة الشامية، وكذلك سيادة العقيد طلال سلو الناطق الرسمي في قوات سوريا الديمقراطية. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل، هذا زاهر شرقاط يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.